لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. إذن سيذكر شقين، الاستنجاء، وسأذكر آداب، وليس معنى الآداب أنها مستحبات، فهناك آداب لقضاء الحاجة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. قال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، هذا واحد، أو حجر طاهر مباح منق، هذا الثاني. وده معناه أن الاستنجاء أعم من الاستجمار. الجزء الثاني حجر طاهر، هذا يسمى استجمار. يبقى الاستجمار إزالة ما خرج من السبيلين بإيه؟ بحجر. وطبعا لو احنا هنتكلم في الفقه كان هو ده المفروض يقول ايه، او حجر طاهر مباح ممكن ونحوه، لان الاستنجاء ليس قاصرا على الاحجار. في ناس بتستخدم مناديل مثلا، تفهمونني ولا لا؟ يعني اتكلم على العبارة اللي كان ايه تبقى افضل واوسع، لان معظم الفقهاء الحنابلة والمذاهب الاربعة ما عدا بعض الظاهرية كله، يعني هؤلاء كلهم على ان حجر، ورق، خشب، اي شيء المهم ان النجاسة ايه، لكن الظاهرية اللي مسكوا في الاحجار فقط. تمام. طيب هنشوف الرد على الظاهرية كمان شوية ان شاء الله. يبقى الاستنجاء يشمل استعمال الماء ويشمل استعمال الايه الاحجار، لكن الاستجمار لا يكون الا بالايه بالاحجار. مره اخرى اللي فاهمين حضراتكم. طيب قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما. كلام جميل. مما ينقي، وطبعا جزاه الله خيرا كشارح ان هو حب يبين الامر ليس قاصرا على ايه الاحجار. قال: جائز في قول الاكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا ان نستنجي برجيع ها او عظم. هذا كلام جميل. لو كان الاستجمار بالاحجار فقط لما نهينا عن الرجيع والايه والعظم، الرجيع اللي هو الروث يعني. تمام ولا لا؟ تفهمني؟ يبقى لو كان بالاحجار فقط لكان نهانا عن غير الاحجار، لكن هنا نهى عن ايه شيئين، فدل على ان الاحجار يجوز وايه. ولكن هنا مسألة اريد ان ابينها، تعمدت تركها ولكن اخشى الا ياتي مكان لذكره. مالك والشافعي واحمد على ان النجاسه لا تزول بغير الماء. واضح. ابو حنيفه على ان النجاسه متى زالت باي شيء زال حكمه. ولذلك احنا واحنا صغار كنت اسمع والدتي عليها رحمه الله بعد ان تغسل الثياب تاتي باناء كبير طست، لأن الطست لغة عربية، فتضع فيه ماء غير مختلط بشيء، وتقول يعني باللفظ العامي نشاهد الماء، يعني كأن طاهرة، يعني شهيدة، زي واحد بيقول الشهادة يعني، فخرج من نجاسة الكفر لطهارة الايه، فهي برضو بتشاهد الايه الثياب، يعني بالطاهرة لازم مياه نقية فقط. وده كان واضح بقى انه يمكن سبعهم الازهر او غيرهم ان لا يمكن الثوب يطهر الا اذا استعمل الماء الطهور. ولذلك عد علينا ان الماء الطاهر اللي متغير لا بيرفع حدث ولا حتى بايه بيزيل نجس. انتوا فهمتوا حضراتكم كده صح؟ تاني ولا ايه؟ تاني. يبقى الحنابلة عندهم والجمهور ان ازالة النجاسة لابد من الماء الطهور. طب انا استخدمت هاتريك اوكسي حطيته على الميه، بقت الميه متغيره جدا، ده مش ماء اصلا، وازلت النجاسه يطهر؟ عندهم ما يطهرش، لازم تعيد بايه بالماء. عند ابي حنيفه خلاص، وده طبعا ارجح بلا ريب، لان في الحقيقه زي ما قلنا ان النجاسه امر معقول المعنى، حكمنا بالتنجيس لوجود النجاسه، اذا زالت النجاسه زال ايه حكمها. فاهمين يا اخوه فاضل؟ اقصى ما استدل به انا، يعني ساطيل ذيل الكلام سامحوني يعني، ولكن ابين اقصى ما استدل به الجمهور ان
النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا بال الصبي على حجر دعا بإناء من ماء، فيأتون مثلا قال في دم الحيض اغسليه بالماء، فقالوا كل الأحاديث فيها بالإيه؟ بالماء. هذا في الحقيقة أقصى ما تثبتونه أن الماء مطهر، ولكن ليس في الأحاديث أن غير الماء إيه؟ لا يطهر. طبعا ابن تيمية عبقري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت طهارة فم الهرة، مش أبا قتادة سكب لها الإيه؟ رغم أنها تأكل النجاسات. من أين أتت الطهارة؟ من ريقها. يعني بيقول إن جعل ريق الهرة إيه؟ مطهرا. فهمني ولا لا؟ تاني، يبقى احنا عندنا في الحقيقة الجمهور لما استدل بالمنطوق إنما استدل بالمفهوم، استدل بالإيه؟ استدل بماذا؟ يعني ايه المفهوم؟ يعني اغسليه بالماء يبقى لا تغسليه بايه؟ بس كلمة ماء اسمها كلمة لقب، ومفهوم المخالفة للقب، مفهوم اللقب ضعيف. يعني لو قلت اكرم محمدا الناس مش هتقول اذا غير محمد لن ايه؟ بل بالعكس، اذا قلت اكرم محمدا ربما يشرئب البعض يذكرني بنفسه، صح؟ لكن لو قلت اكرم الغريب انتهى الامر. صحيح ولا لا؟ أهل المكان إيه؟ خلاص، لأن ده مفهوم وصف حجة. أنتوا معايا ولا لا؟ مفهوم صفة، مفهوم المخالفة. فاهمني ولا لا؟ غير اللي فات اسمه مفهوم إيه؟ لقب ضعيف. أكرم زيدا وبعد شوية قلت وعمرا، ما حدش هيقول إن أنت رجعت في كلامك. غير لو قلت أكرم المجدين ثم قلت أكرم فلان قالوا ليس مجدا مش هيخش فين؟ ها، وهكذا. لا أدري فهمتموني ولا لا. عموما التأصيل أن النجاسة أو الحكم النجاسة أمر معقول المعنى، ولذلك لا يشترط له شيء. المهم أنها متى زالت زال إيه حكمها، والله أعلم. طيب، قال يعني ترتب قبل ما نكمل، يعني ترتب على الكلام ده ان الحنابلة قالوا الاستجمار مبيح فقط ويزول حكم النجاسة وليس مطهر. فين؟ في الحقيقة نقول لهم الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة لا يطهران، دليل على ان غيرهم ايه؟ يطهر. وده يمكن يؤكد ان ليس الماء وحده هو الذي يطهر، والله اعلم. يقول نهانا أن نستجب الحجارة العظم، وتخصيصه بالنهي يدل على أنه رضى الحجارة مخمرة، فالإنقاء بالحجر ونحوه. يبقى هنا هيبين إيه ضابط الإنقاء بالحجر، معايا ولا لأ؟ وإيه ضابط الإنقاء بالإيه؟ بالماء. خد بالك، هو من شوية حط قيود أو شروط للممسوح به اللي هو الإيه؟ الحجر، وشوية هيحط شروط في الفعل نفسه. انتوا معايا ولا لا؟ يبقى الحجر نفسه لابد ان يكون ايه؟ طاهرا. ده كلام قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى له ابن مسعود بروثة حمار قال انها ركس والقاها، يعني ايه؟ نجسة. مباح، يبقى ليس بمغصوب. هنرجع نقول اذا كان هذا كان ينبغي الا تخالفه، لأن هذا من باب التروك في الحتة. المهم يعني ده من باب زي الايه؟ النجاسة. المهم يبقى مباح معناها انه لو كان مغصوب يبقى لا يهين، والصحيح انه يطهر مع الايه؟ مع الايه. منقم، لماذا قال منقم؟ بعض الاشياء تكون يعني لا، يعني مثلا كالمرآة، الشيء الزلق او غيره، هذا إذا أردت يعني الاستنجاء به سيزيدك نجاسة. تفهموني ولا لا؟ يعني مثلا سطح مرآة سينتشر أو تنتشر النجاسة أكثر، ولن يترتب عليها إيه؟ يعني لن يترتب على استخدامه الإيه؟ الإزاز. كالأكياس النايلون التي هي البلاستيكية التي ربما لو استخدمها ما تفعل إلا أن تزيد الأمر إيه؟ سوءة. أنتوا معايا ولا تزيده سوءا؟ طيب بسرعة هنقوله. فالإنقاء بالحجر ونحوه، ذكر شروط الحجر، تمام. وهنا يذكر بقى في الفعل نفسه إيه شروط. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرج آخرها نقيا لا أثر به.
قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. وهذا هو الصحيح وهو مذهب أحمد والشافعي أنه لابد من العدد، أما ما ذهب إليه الأحناف وغيره من أنه لا يشترط العدد فهو ضعيف. يقول لقول سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أعجار أو أن نستنجي برجيان أو عظم، رواه مسلم. أما ما استدل به الأحناف من أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب 3 أحجار فأتاه ابن مسعود بحجرين وألقى روث وأتاه بالثالثة روثة حمار فألقاها واستجمر بالحجرين، قالوا لو كانت الثلاثة واجبة لقال له ابغي لي ثالثا. نقول لا يلزم، فقد يستخدم حجر بأكثر من من جهة، ولكن في الحقيقة قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابغني ثالثا. وبالتالي حج الأحناف وصاروا محجوجين من كل وجه. قال أنت معي ولا لا؟ قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني لا توسوس، إذا غلب على الظن خلاص دفعا للحرج. طبعا بيقولون دفع عود خشونة المحل في البالغين، أما الأطفال لا خشونة أصلا، فيبقى هنقول عودة المحل كما في الصغار يعني. قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوي ثم بالماء. لقد ذكرنا أن كلمة يسن تحتاج لدليل أثري، صح؟ فهو هيجيب دليل أثري. قال لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صحيح الترمذي، ولكن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ. الثابت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فقط، ولذلك لن نقول أنه يسن حجر ثم ماء، هذا شيء حسن. تفهمني ولا لا؟ يعني ممكن نقول يستحب كما يقول بعض الفقهاء، انت معايا ولا لا؟ ولكن لن نقول انه هو يسن، هذا حسن انه هو يستخدم شيء وياتي الماء بعد فيكون ابلغ فين؟ في النظافه. قال فان عكس كره، يعني يبدا بالماء ثم بالايه؟ هذه كراهه فقهيه ايضا وليست كراهه شرعيه، كراهه للنظر والمعنى ان هذا يلوث المكان يقذره، صحيح لا ينجسه ولكن بعد الماء ياتي بحجر فالتراب يبقى فين؟ في المحل، فيعني الانسان يعني يكون المكان ليس نظيفا كما كان، تفهموني؟ يعني لا ينظف كما كما لو كان الحجاره اولا ثم الماء، او لو كان الماء وحده ولا يكون الاحجار بعد قال فان عكس كره، نص عليه لان الحجر، يعني احمد قال يكره ذلك لان الحجر بعد الماء يقذر المحل ويجزي احدهما، هذا بلا ريب، يعني حجر او ماء. قال اي الحجر والماء او الماء. لحديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه، ما معنى عنزه؟ عصا قصيره. اختلفوا لماذا كان يحملها، هل ليضع عليها ثوبا فيستره أو ليجعلها سترة فيصلي إليها، ولا مانع من أن يستفاد من الشيء بأكثر من وجه، تفهموني ولا لا؟ قال وعنز فيستنجي بالماء، متفق عليه. يبقى هنا الماء أهو، وحديث عائشة مرفوعا، يبقى الماء وحده يجزي. إذا ذهب أحدكم إلى الغد فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزي عنه، رواه أحمد أبو داود، هذا صحيح بشهيدي. إذا هذا دليل آخر على أن الأحجار وحدها هذا دليل على كذلك أن الأحجار تجزي. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، سبحان الله، مع أن بعض الفقهاء أنكر ذلك كالإمام مالك، فقال في الاستنجاء بالماء لا يفعله عندنا إلا النساء. فالسنة قاضية على كل أحد، يعني ربما فقهاء يعني كبار وعلماء حديث ولا يصلهم أدلة، يعني فقهاء يتعجبون من أن يستخدم الرجال الماء لا تفعله عندنا إلا مع أن الحديث اللي فات النبي متفق عليه، يعني أعلى درجة الصحة يستنجي بالماء. قال والماء أفضل أن أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، لما وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، صحيح.
قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما له. هو كلام وجيه شوية، ده مش تحريم ولكنه ايه كراهة من باب الاحتياط، من باب الايه كيف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حرم البول والتغوط جهة الايه القبلة، فهو عندما يستنجي يكون جهة القبلة، ربما أثناء الاستنجاء يحتاج لإخراج إيه شيئا آخر، يبقى من باب الاحتياط أنه هو إيه لا يفعل ذلك. تمام. وإن كان طبعا سنرى أنه داخل البنيان أن الأمر ليس منهيا عنه عن التبول، تفهموني ولا لا؟ قال ويحرم أي ها الاستنجاء بروث وإيه وعظم لحديث سلمان، وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. غيبيات. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا إيه أولى لأنه أعظم حرمة، بل علل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث العظم بأنه زاد الجن والروث بأنها زاد دواب الجن، فهمني ولا لا؟ قال فإن لكم صلى الله عليه وسلم لما قابل الجن قال لكم فإن لكم كل بعرة علف لدوابكم، حديث صحيح. وقال في العظم إنها لكم كل عظمة، سبحان الله، غيبيات ذكر اسم الله عليها أوفر ما كانت أو أوفر ما تجدون من اللحم. ولذلك احنا في افعال سبحان الله امرنا فيها ادبنا الايمان بالغيب ان احنا لا نفسد على اخواننا من الجن، ها انتوا معايا ولا لا؟ اللي هو مؤمنين طعامهم من الايه من العظام، فهو لا هو هذا مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الثقلين، فيبقى العظم عليها نجاسه، لن ياكل النجاسه. تفهمني ولا ايه؟ اكيد فاهمين ان شاء الله. تمام. الروث له سببان للمنع، الاول النجاسة، وهذا في حديث ابن مسعود لما اتى بالايه ها بالروثة الحمار. اذا يقال الاتي ان الروثة اذا كانت نجسة فلا يجوز الاستنجاء بها لانها نجسة، واذا كانت طاهرة لا يجوز الاستنجاء بها لانها علف الايه الدواب. هل هناك روثة طاهرة؟ نعم، روث ما يؤكل لحمه، وهذا هو الظاهر من قول صلى الله عليه وسلم فإن لكم كل بعرة، والبعرة هي بالأصل تكون للبعير وهي طاهرة، علف لدوابكم. والحديث فيه أنهم يجدونها أوفر ما كانت من الحب على ما أذكر. غيبيات لا نرى، سبحان الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدد الإيمان صلى الله عليه وسلم وتشرح الصدور. تبا للتقليد الأعمى الذي ليس فيه إلا قال سادتنا وأصل سادتنا وإنهم كذا وإنهم كذا، وتقرأ الكتاب صفحات طويلة. ولذلك الصوفية والأشعرية جناع الأمة، يعني واحد فعلا حقيقة عندما أفكر علم الكلام كم كان هذا سبب في أن يحرم الناس لذة العيش مع الوحي. تأملوا أنت تقرأ كلام ابن القيم في التعبد لله بالأسماء والصفات، تحلق ويكلمك عن معاني اسم الله كذا بالآيات والأحاديث وكلام السلف، لكن تخيلوا أنت تقرأ في كتب المتكلمين وإن كان كذا فهو كذا ويلزم منه كذا، فإذا لزم كذا فلابد أن ننزهه عن كذا وكذا وكذا، تفهمون؟ ولا آية ولا حديث ولا شيء، غير ان انت في الآخر اما انك فهمت بصعوبة واما انك لم تفهم فأغلقت الكتاب وذهبت الى النوم فورا. على فكرة انا كنت بشرح للناس، هو فعلا انا حسيت بالسقامة والله، كان طالب هيمتحن في ثانوي وابوه معنا في المسجد، فقال تشرح له ايه الملل ده، كلام ممل ومتعب صح، يعني فيش يعني سبحان الله غم وهم والله العظيم. قال اظن انتوا كده مركزين تماما صح.
قال ويحرم بروث وعظ وطعام ولو لبهيمة، هذا كله فهمناه صحيح. فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني لم يجزئه. قال لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم، هذه هي القاعدة عندهم، إن الأصل في إزالة النجاسة الإيه؟ الماء، واضح؟ فيبقى الاستجمار إيه؟ رخصة، فإذا فعل حراما لا يستحق أن إيه؟ ها؟ يعمل بهذه الرخصة، لا يستحق هذه الرخصة، فإذا هو فعل المحرم إنه إيه؟ ها؟ أتى بإيه؟ استنجى بروس أو طب خلاص تاب ويستنجي بالماء، يستنجي بالأحجار، لا، يرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الماء. طبعا الكلام هيكون في نظر عندي والله أعلم. قال فلا تستباح المحرم كسائر الرخص، قاله في الكافي. كما قياسا على لو تعدى الخارج موضع العادة، يبقى إيه ما معنى تعدى موضع العادة؟ يبقى الآن أتى بول فأصاب فخذه، المهم أنه يعني تجاوز أو لم يتجاوز، اصبر قليلا، يعني هنيهة هنيهة وحتة هنيهة وجزء لا هذا السطر بس، يبقى بس كده، يبقى موضع العادة، يبقى الآن أن يعني إذا ذهب إلى البول، البول يبقى في مكان مجرى البول مس، وإذا كان هناك غائط يبقى في مكان، صحيح ولا لا؟ طب الآن نتيجة مرض ماوى انتشر يعني مثلا الخارج على فخذي، أو إذا نرجع للأصل، ما هو الأصل؟ الماء. وهذا فيه نظر، إذا قلنا أن النجاسة الموت تزول يعني لو أتى بخل، أتى تفهمون أي شيء، المهم أن النجاسة إيه؟ تزول. ماشي؟ يعني في ناس بتغسل بشحم، وفي ناس بيسموه إيه ده؟ جاز ولا بنزين، المهم أن واضح ولا لأ؟ أنت نايم. متأكد؟ مضت الهنيهة؟ بقيت الحتة. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد، ما معنى كلمة المعتاد؟ المكان المعتاد أو الموضع المعتاد، رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره فلا مشقة، لأن مش كل حين سيأتي في فخذك، ولا فهذا لا مشقة فيه، فنرجع للإيه؟ للأصل. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، لكل لفظة من ألفاظ الإيه؟ إذا لكل خارج، كثيرا أو قليلا، معتادا أو غير معتاد، يعني لو أنه خرج منه شيء غير معتاد يستنجي له، بس بشرط أن يكون نجسا، أن يكون إيه؟ نجسا، قل أو كثر يستنجي له، معتاد أو غير معتاد، يعني لو إنسان خرج منه أشياء زي مثلا إنسان خرج من نتيجة البواسير أو شيء دم مثلا، هذا معتاد أن يخرج من هذا المكان؟ لا، ولكن سيستنجي له لأن الدم نجس، فاهمين؟ يقول المزي غير معتاد عند البعض مثلا، فاهميني ولا لا؟ قال وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، يبقى هذا عام، إذا ذهب إلى الغائط ولم يقل فإن كان الخارج معتادا أو معي، المهم المهم قال طبعا وجه الاستدلال فليذهب معه فإنها تجزئ، وده أمر بإيجاب السلس فليذهب، إلا الطاهر كالمني والريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قال في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، حديث ضعيف جدا ولا نحتاجه، الطاهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الله عز وجل نهانا عن ملابسة النجس والرز فهجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجوب الاستنجاء، وقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من الإيه؟ من البول، فعلمنا أن الواجب إزالة النجاسة، واضح ولا لا؟ أما الطاهر فاستصحابه لا يضر، يعني مثلا مسألة نظافة فقط، تفهموني ولا لا؟ يعني مثلا في مخاط أو بساق على الثوب أو المهم. قال طبعا هو دلوقتي بيتكلم على كما بيتكلم بصفة عامة، لكن هو بيتكلم في مسألة إيه؟ أنه لما قضى حاجته نزل منه شيء، أو يعني الذي خرج منه شيء إيه؟ طيب يعني إنسان أخرج ريه، هذه هواء فيستنجي، لا يعني لا يجب الاستنجاء. طبعا نحن في الريف كنا قد علمونا في الكتاتيب وغيرها أنه قبل الصلاة لابد أن تستنجي، واضح؟ يا
ريح مريح من اي حتى لو انك ما عملتش حاجه خالص، طالما وضوءك منتقض يبقى انت كده كده لابد ان تدخل في ايه، فقد يعني احنا عندنا قولين، قول بوجوب الاستنجاء وقول بعدم وجوب الايه الاستنجاء اصلا، ده قول بقى. المهم واللي قالوا بوجوب الاستنجاء استثنوا الايه الطاهر، حلو، فدول بقى علمونا قول جديد خالص انه يستنجى ولو ما فيش ايه، ولا اعلم قائلا بذلك. بس عموما سبحان الله يعني كانوا بيعلمونا شيء، اما دلوقتي العيال طالعه الاجيال مش عارف حاجه خالص. يعني حتى واحنا صغيرين او كان منتشر شيء من العلم بالدين بين الكبار في السن لكن الان الامر صعب. قال عليه رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر. قال هنا: لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال احمد: كلام جميل جدا، ليس في الريح استنجاء اي واجب، لا في ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع للمتن عشان مرتبط ببعضه. يجب الاستنجاء، يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر، ده واحد. والنجس الذي لم يلوث الايه المحل، لو تصورنا يعني انه اخرج نجسا يابسا فلم يلوث المكان، اتى ليستنجي فلم يجد شيئا اصلا والمكان كما كان، لو فرضنا. قال: لان الاستنجاء انما شرع لازاله النجاسه ولا نجاسه ايه، هنا لم يوجد شيء اصلا، تفهموني ولا لا؟ كانه لم يكن. فصل ما شاء الله، يدخل في اداب التخلي، منها ما هو مسنون ومنها ما هو واجب. قال: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لانها لما خبث، هذا الذي يسميه العلماء قياس العكس، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه يدخل، كان يدخل المسجد برجله الايه اليمنى، فهنا نقيس الايه العكس، وقد ثبت قياس العكس في السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: قال أرأيتم إن وضعها في حرام. الحديث لا أريد أن أطيل في ما تعرفونه. يعني يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. الخطابي يجعلها الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثه، أما القاضي عياض كما نقل عنه من نقل يرى أن الخبث الشر والخبائث الشياطين، ومال كثيرون لهذا التفسير، قالوا لأنه أوسع وأعم، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. أما التفسير الأول، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فيكون استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم، والشر أوسع من هذا، تفهموني ولا لا؟ الشر قد يرجع لحيوان يؤذيه أو إلى أي شيء، فإذا الخبث الشر وأهله أوسع، والله أعلم. المهم قال: لحديث علي مرفوعا قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه، وهذا فيه مشروعية يعني التسمية. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة، وهذا يدل على سنيته لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة، برضو عكس الإيه المسجد. في الكتب الأخرى يقولون عكس مسجد ونعل، تفهميني ولا لا؟ قال: وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك فثابتة، وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف. قال: لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه، حديث ضعيف، ولكن لا مانع أن يقوله بعض المرات على سبيل الدعاء وليس على سبيل السنة المأثورة. ماشي، غفرانك هذه طيب ليس وقتها الآن، تحتاج وقت طويل. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، وهذا لا دليل عليه، بل هذا مما يتعارض مع النهي عن استقبال الكعبة والقبلة واستدبارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لكن شرقوا، أو فأحيانا قد يشرق في الصباح واضح فتكون الشمس شارقة، أو يغرب في نهاية اليوم فتكون الشمس إيه فسيستقبل الشمس، فدل الحديث أصلا على أنه سيستقبل الإيه، وإذا سنحاصره، لا القبلة لا يستقبل ولا إيه ولا الشمس يكره، فيكون الأمر إيه
وهذه يضربونها كمثال على الأقوال التي وردت في كتب المذاهب بلا دليل، توارثها العلماء جيلا بعد جيل من أهل المذهب لا دليل عليه ولا دليل عليه، لأنهم قالوا تكريما لهما. ولماذا تكريما لهما؟ ولماذا لا نكرم شيئا آخر؟ الشمس والقمر مخلوق، واضح؟ فلماذا لا نستقبل الشجرة؟ واضح ولا؟ أما قول بعضهم ممن قال تكريما لما فيهما من نور الله، هذا عجيب، ما المصباح فيه من نور الله؟ لأن هذا نور مخلوق وليس صفة من إيه؟ فهذا يعني التعليلات كلها عليلة ضعيفة. لا تقل ذلك، فإني لا أحب لك أن تقول ذلك. ظهور العورة مع نور الشمس، إذن لو أن الشمس بيمينه لن تظهر عورته، كيف ذلك؟ هو في النهار، في النهار تعرف يعني ايه في النهار؟ يعني لو في سحابه هيشوفوه حتى لو الشمس مستخبيه. هناك بعض التعليلات انا لا اوافق عليها، واضح؟ لا نحاول ان نعتذر لهم باي طريقه كانت. لا اقتنع بهذا. انت مقتنع؟ خلاص. أما القمر فلا أدري، فهل استقبال القمر هو الذي يكون سببا في أن تبدو عورته؟ يعني وكأن القمر مصباح صغير يسلط على الإنسان، أم أنه أصلا وجوده في السماء ينير الإيه؟ سواء كنت هكذا أو تفهمني ولا لا؟ يبدو هذا. نعم، لا تتعبوني أكثر مما أنا إيه متعب. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، ومهب الريح لئلا ترد البول عليه، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم قول علماء المذاهب الأربعة، أنه يكره البول في مهب الريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من العذاب أنه كان لا يستنزه من البول، فالإنسان يبتعد، وإن كان المراد أنه يعني لا يستنجي ولا يستبرئ، ولكن أيضا الإنسان يبتعد عن النجاسة، فلهذا يكره له أن يبول في مهب الريح لئلا ترد البول على ثيابه فإيه فتنجس. والكلام أي يكره له الكلام حال البول نص عليه، لقول ابن عمر مر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. هذا لأنه تشريف للذكر، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على هذه الحال، لكن الكلام المعتاد لا نستطيع أن نقول يكره، والله أقصاها يكره على العموم عندهم، ولكن لا دليل، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن عموما لو مكروه يباح للحاجة، واضح؟ قال والبول في إناء بلا حاجة، يبقى يكره بلا حاجة، نص عليه. قال فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود، وده النبي صلى الله عليه وسلم كان له لما كبر إناء تحت السرير يبول فيه من الليل صلى الله عليه وسلم. وشق، شق يعني إيه؟ جحر يعني، لأنها مساكن الجن، هذا أمر غيبي، ولكن نقل النووي كراهة العلماء من المذاهب الأربعة على أنه يكره أن يبول في الشق، لأنه ربما يكون فيه ما يخرج فيؤذيه من الحيوانات. أما مساكن الجن فهذا أمر غيبي والله أعلم. قال لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجح. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجح؟ قالوا يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود، ضعيف. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. هما يقول يعني يقول في الأسفل هذا حسن ولكن لا يلزم، وطبعا بيذكروا أبيات شعر نحن الذين قتلنا سعدا الجن يعني، ونار لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية النسخة اللي معي قال حسن. أنا فاكر الشيخ الألباني قال وما أظنه يصح، لكن النسخة اللي عندي كتب حسن، يبقى النسخة دي فيها خطأ. قال روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا ونار لأنه يورث السقم، وهذا نسأل فيه الأطباء، فهل يكره البول في النار لأنها تورث السقم؟ نقول للفقهاء تعليلكم ليس من تخصصكم، فتعليلكم يقودنا إلى أن نذهب فنسأل الأطباء، فلو كان يورث المرض ها يكره،
وذكر في الرعاية الرعاية لابن حمدان كتاب من الكتب ورمات، قالوا أيضا لأنه يورث الإيه؟ السقم. كل هذا يحتاج لإيه؟ لدليل. ولا يكره البول قائما، جيد هذا الكلام، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قمر الجماعة. إذن لا يكره البول قائما بشرطين، الأول ألا يرى أحد عورته، والثاني أن يأمن ارتداد الإيه؟ البول. هكذا ذكروا. قال روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه، يعني باطن الركبة، وهذا ضعيف. قال الترمذي وقد رخص قوم أهل العلم في البول قائما، تمام، وحملوا النهي على التأديب، يعني الأولى يعني لا على التحريم. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، يعني كأنه شيء يعني مش من المكارم يعني. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ولذلك كما ذكرنا أن الأداب منها ما هو إيه؟ واجب. قال لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث إنما يقال لمن كان كأهل المدينة ومن كان لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، أي نفس الأمر الموقع الجغرافي، لأن أهل المدينة قبلتهم كانت جنوبا ولذلك ينحرفون فيتجهون شرقا أو غربا، ففي الخريطة المدينة أعلى ومكة أسفل، إذا مكة في الجنوب، إذا لو اتجهوا جنوبا استقبلوا القبلة، لو اتجهوا شمالا استدبروه ونهي عن الاستقبال، لكن يشرقوا أو يغربوا لأن قبلتهم ليست لا في الشرق ولا. ولكن هنا فائدة أخرى وهي أن الانحراف اليسير لا يفيد، يعني لو أنه اتجه جنوبا وانحرف قليلا هو مستقبل، وهذا أيضا في القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، فطالما لا ترى الكعبة أنت لو انحرفت يسيرا هكذا أو هكذا. ولكن لا يظن البعض، لأن البعض قد يفهم شرقه هذه 90 درجة صح، إذا يبقى الانحراف المؤثر أنه يكون كام؟ 90. لا، العرب لم تعرف الجهات الفرعية، يعني العرب شمال جنوب شرق إيه؟ أما جنوب شرقي جنوب غربي، شمال شرقي شمال غربي، لا تفهمني ولا لا؟ فدي ايه جهات ما كانوش ايه يعني، فلذلك هيبقى هو هيبقى الانحراف الى اي جهة سيكون اقرب، يعني هيبقى مثلا بزاوية معينة هنقول كده اقرب لمين؟ للجنوب، لا كده اقرب للايه؟ للشرق كده، فاهمني ولا لا؟ مش لازم المسألة تبقى ايه لا تاني ولا لا، المهم يبقى انحراف كبير. وفي القبلة برضو الانحراف اليسير لا يؤثر، فلو واحد بيصلي ومنحرف شوية صلاته صحيح، وإن كان يعني مستحب أن يجيبها بالظبط ده استحبابا، وده اللي موجود بالبوصلة في المساجد. لكن الذي يجب عليه عند الفقهاء أن يصيب عين الكعبة من يراها، أما من لا يراها يكفي إصابة الجهة كده شوية كده أو كده خلاص يصح. المهم قال أبو أيوب، بقية الحديث فيه فائدة عظيمة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، إذن الذي يقضي حاجته سيتجه للكعبة داخل الإيه، فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. وهذا الجزء يدل على أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يرى أن النهي في الصحراء والبنيان، تفهموني ولا لا؟ هذا اجتهاده رضي الله عنه. طيب أما الحنابلة لماذا قالوا هذا؟ سنرى. قال ويكفي إرخاء ذيله، كنت أود أن يأتي بهذا الدليل في يعني فين ها؟ يعني بعد حديث أبي أيوب، لأنه هذا الدليل يجمع، يعني الحديث ده يجمع بين الإيه. طب المهم قال لقول مروان الأصغر أناخ ابن عمر بعيرة، وطبعا في نسخ فيها الأصفر على ذاكرته صح؟ ها؟ ماشي. قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وهنا إذا قال الصحابي
إنما نهي عن كذا فهذا له حكم المرفوع، كأنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث جديد معايا ولا لا؟ يشرح الحديث الايه او يجمع مع الحديث الايه السابق بأن المنهي عنه اذا لم يكن بينه وبين القبلة شيء ايه يستر. إذن الحنابلة بدأوا يوسعوا، قالوا ويكفي إرخاء ايه ذيل، يعني لو انه بهذا الثوب جلس يعني انزل ثيابه من خلفه تستره مثلا، تفهمون ولا لا؟ كما يفعل اهل الريف، يعني قميصه، القميص الذي يلبسه الذي يسميه اهل الاسكندريه قفطان، واضح، والذي يسميه من لا يفقه شيئا جلباب. المهم ف والذي يسميه العامة، كان المفروض أقول هذا ونحذف الجلباب دي، الذي يسميه العامة جلبية. ماشي كده. فهذا ذيلها يعني لو جلس يكون طويل، صح؟ فكان يعني يضعونها لتستر يعني. المهم قال ويحرم استقبال، معلش نقرأ المتن المتصل، ايه ده احنا خلصنا ان شاء الله. ويحرم استقبال القبلة استدبار في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وليس طريقا لا يسلكه أحد، وظل نافع أو مورد ماء، واضح ولا لا؟ يعني ظل نافع مورد ماء، عين ماء أو غيره، يبول فيها أو يتغوط. لما روى معاذ قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، أي الأسباب الجالبة للعن والعياذ بالله، البرازة في الموارد أي موارد المياه، وقارعة الطريق. ما شاء الله، فهموا الآن أن هذا طريق يقرع يسلك، فلو كان طريقا مهجورا جاز. تفهمتم ولا لا؟ لذلك قال في المتن بطريق إيه؟ مسلوك. قال والظل، ولكن الحنابلة فهموا أن الظل لابد أن يكون ظلا إيه؟ نافعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في حائش نخل، يبقى حائش النخل ده نخل صغير كده ملتف، ولكن ظله لا يكفي لأن يجلس أحد فيه، فهذا ظل لا ينتفع به. فإذا جمعوا بين الأحاديث، فنهى عن قضاء الحاجة في الظل، ثم قضى حاجته في حائش إيه؟ نخل. قالوا إذا لابد أن يكون الظل ظلا إيه؟ نافعا، للجمع بين الأدلة. ولذلك قال في المتن وظل إيه؟ نافع. الشيخ العثيمين طبعا يقول لو كان الظل يجلسون فيه للغيبة، إذا يقول البعض يجوز أن يفسده عليهم، لأنه ظل ليس بنافع وليس بنائم ولا صاحي. قال بطريق مسلوك وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. والله هذا كلام جميل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتبرز في الظل، فالشجرة فيها معنى الظل وزيادة، تحت أسفلها هذه ظل وظل نافع، وقد يؤدي إلى أن تسقط الثمرة فيه فتتلوث ويتركها ها أصحابها ولا ينتفع. قال لما تقدم، قال ولئلا ينجس ما سقط منه، وبين قبور المسلمين، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. لا إله إلا الله، رواه ابن ماجه. وده كده تسوية بين وسط السوق وإيه؟ وسط السوق طبعا محرم، فيكون وسط القبور إيه؟ محرم. تفهمون ولا لا؟ نمتم؟ قال وأن يلبث فوق حاجته، هذا معطوف على المحرمات ولا المكروهات؟ لا، المحرمات، هنا محرمات، يحرم وأن وأن وأن، تفهمون ولا لا؟ إذن جعلونا محرما، وهذه مسألة الحنابلة أنفسهم مختلفون فيها. هنا اختار الإيه؟ الحرمة. هذه المسألة مبنية على واحد، مبني على مسألة واحد، ما حكم كشف كشف العورة منفردا؟ لا، الأدق أن يقال ما حكم التجرد والتعري منفردا، وليس فقط إيه كشف العورة، لأن العورة واسعة من السرة إلى الإيه، لا، هنا المراد أنه يتعرى تماما وهو وحده. هل يجوز، آسف، هل يكره أو يحرم؟ على قولين مختلفون فيهما، منهم من قال يحرم فعلا، ومنهم من قال يكره، ولكن هذا في التعري بلا حاجة،
أما إن كان يتعرى للاغتسال مثلا فهذا جائز. تفهمني ولا لا؟ أو لقضاء الحاجة أو لغيره. طب ما دليلهم؟ قالوا في الحديث أن معاوية بن حيدة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال رأيت المرأة الرجل يكون في القوم؟ قال إن استطعت ألا يرنها أحد منك فافعل. قال أرأيت الرجل يكون خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيا منه. فهذا هو الذي دفع أو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون أن التجرد التام ولو كان وحده محرم. فيا لعظمة هذه الشريعة، على الأقل مكروه صحيح. انظروا كيف أن أناسا من كفرهم صاروا أسوأ من الحيوانات، يتعرون أمام بعضهم البعض والعياذ بالله، شيء في منتهى القبح والانحدار. إنهم إلا كالكفار كما قال الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يقول وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال في الكافي وتكره، وكأن المصنف يريد أن يذكر القول الإيه؟ آسف، وكأن الشارح هذا سبق اللسان، وكأن الشارح يريد أن يذكر القول الآخر دون تمهيد. قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه النسور، وهو كشف للعور بلا حاجة، وكشف للعورة بلا إيه؟ أنا قلت إيه؟ النسور سبق اللسان معلش. قال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور وهو كشف للعورة بلا حاجة. وطبعا يتولد منه ده إذا يعني أرغم نفسه على إيه؟ على قضاء الحاجة، وليس مجرد إن هو إيه؟ جالس يعني. التعليلات دي قد تجعل البعض يقول بالحرمة، لو مشكلة للكبد وانتوا معايا ولا لأ؟ ولكن لما كان مجرد احتمال فقالوا نقول الإيه؟ الكره. كشف العورة بلا حاجة اللي هو بقى إيه؟ محل الإيه؟ الخلاف. بس طبعا كشف العورة المراد به التعري والله أعلم، وليس مجرد مثلا كشف ما تحت السر أو هذه الأشياء، قطعا يعني ليست محرمة لو كان إيه وحده. قال روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهلي فاستحيوا وأكرموهم، حديث ضعيف. يا ليته ذكر الحديث الذي إيه ذكرته، فدلالته واضحة صح، الله أحق إيه أن يستحيا منه. نحمد الله عز وجل على فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.